السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في اخبار الصحافه المحليه والعربيه والعالميه عن اليمن. ابدا الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء من الصحافه المحليه ومن موقع صحوه نت، السفير البريطاني يدعو المجتمع الدولي الى الضغط على صالح لتجنيب اليمن مزيدا من العنف. جاء ذلك خلال لقائه زعيم قبيله حاشد صادق الاحمر. التقى الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الاحمر زعيم قبيله حاشد السبت بصنعاء السفير البريطاني جون ويلكس. وخلال اللقاء حمل الشيخ الأحمر صالح كافة المسؤولية بالمماطلة والتلاعب وبعدم التوقيع على المبادرة الخليجية التي يراها الأحمر الحل الأمثل لنقل السلطة سلميا. من جانبه دعا السفير البريطاني المجتمع الدولي إلى الضغط على صالح للدخول في مرحلة انتقالية وتجنيب اليمن مزيدا من العنف وبناء يمن جديد، وأكد أن صالح هو من يتلاعب بالتوقيع على المبادرة الخليجية منذ يوليو الماضي، الأمر الذي دفع بتأزيم الأوضاع في اليمن ومعاناة الشعب اليمني. ومن موقع نيوز يمن الإخباري، السفير الفرنسي بصنعاء: مهلة تنفيذ قرار مجلس الأمن بدأت تضيق، ولا بد أن تلتزم أطراف الأزمة بحسن النية والتوقيع على المبادرة الخليجية. قال السفير الفرنسي لدى اليمن السيد فرانك جيليه أن مهلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 التي تنتهي في 21 من الشهر الجاري بدأت تضيق، داعيا أطراف الأزمة اليمنية إلى الالتزام بحسن النية لإيجاد الحل السياسي الذي يبدأ بالتوقيع على المبادرة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي. وأوضح السيد جيليه أن موقف فرنسا من خلال قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة وقف أعمال العنف من كافة الجهات. وأشار سعادة السفير جيليه إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيرفع تقريرا حول آلية التنفيذ التي طلبت من كافة جهات الأزمة اليمنية، ووفقا لتقرير الأمين العام سيتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة. التغيير نت: استمرار الانشقاقات العسكرية بين قوات صالح. انشقاق قرابة 1000 جندي من الموالين للرئيس صالح. أعلن قرابة 1000 جندي من القوات التابعة للرئيس علي عبد الله صالح انشقاقها والانضمام إلى الجيش المؤيد للثورة بالعاصمة صنعاء في عرض عسكري غير مسبوق إلى ساحة التغيير وسط ترحيب كبير من شباب الثورة. وكانت وحدات من القوات الخاصة والحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات المسلحة قد أعلنت عبر وسائل الإعلام تأييدها للثورة ورفض ما وصفوه بالمشروع العائلي ضد أبناء الشعب اليمني وقتل المدنيين العزل والذي طال في الفترة الأخيرة الأطفال والنساء في تعز ومدن يمنية أخرى مثل أرحب ونهم والعاصمة صنعاء، وذلك من خلال استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط. وجددت الوحدات العسكرية المنشقة عن القوات الموالية للرئيس صالح وقوفها الكامل إلى جانب الثوار وجاهزيتها العالية لحماية الثورة والبلاد من أعمال الفوضى التي يسعى إليها صالح حد قولهم. ودعا الضباط والجنود إخوانهم في المعسكرات التابعة لنظام صالح سرعة الانضمام إلى الثورة ورفض كل الأوامر العسكرية التي تستهدف المدنيين والشباب المعتصمين. موقع أخبار اليوم يقول: تعز تعلن عن مسيرة راجلة إلى صنعاء ومسيرة نسائية تحمل الصوفي مجازر النظام. جابت مسيرة نسائية حاشدة عصر أمس السبت عدة شوارع بمدينة تعز للتنديد بجرائم القصف التي شنها قوات النظام على المدينة، كما طالبت المتظاهرات من خلال الشعارات التي رددت بتقديم رموز النظام إلى محكمة العدل الدولية. ورفعت المشاركات في المسيرة من حرائر تعز لافتات حملت محافظ المحافظة حمود الصوفي مسؤولية قتل أبناء المحافظة كونه المسؤول الأول في المحافظة، كما شهد في المسيرة صور مكثفة لشهيدات تعز. وعلى صعيد متصل، أعلن شباب الثورة بمحافظة تعز عن تسيير تظاهرة حاشدة من كافة مديريات المحافظة سيرا على الأقدام إلى صنعاء لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على نظام صالح وإيقاف جرائم الحرب التي تمارس بحق اليمنيين وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة. هذا ومن المقرر أن تنطلق هذه المسيرة النوعية مطلع الأسبوع القادم. إلى الصحافة العربية والبدء بالبيان الإماراتية. مصادر: صالح يسحب شروطه على المبادرة الخليجية. كشفت مصادر يمنية سياسية موثوقة للبيان السبت أن الرئيس علي عبد الله صالح سحب شروطه التي كانت طرحها بخصوص آلية نقل السلطة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، فيما أفادت المعارضة أن تطورات إيجابية في مفاوضات نقل السلطة أدت إلى تأجيل زيارة وفد المعارضة والمبعوث الأممي جمال بن عمر إلى الرياض والتي كانت مقررة السبت حتى بعد غد الثلاثاء، في حين تحدثت مصادر عن ضغوط أمريكية دفعت إلى التأجيل وآلية أمريكية لتنفيذ المبادرة.
وبحسب المصادر فإن هذا الموقف الأخير لعلي صالح جاء بعد أن هددت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتبني عقوبات فردية ضد 16 شخصا من أركان الحكم، بدءا بصالح وأقاربه وحتى قياديين في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من فشل هذه الجهود في إتمام عملية التوقيع استنادا إلى التجارب السابقة مع الرئيس اليمني الذي تراجع أكثر من مرة عن التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة. في الصحافة الخارجية، وكالة الأنباء العالمية رويترز: مقتل عقيد في الجيش اليمني في هجوم بجنوب البلاد. قال مسؤول محلي في اليمن أن مسلحين قتلوا بالرصاص عقيدا في الجيش اليمني في محافظة حضرموت المضطربة بجنوب البلاد في وقت متأخر من مساء يوم السبت. وقال المسؤول إن المقدم سعيد الأرضي أطلق عليه الرصاص في مدينة المكلا الساحلية وتوفي في الحال، وأضاف أن أحد المرافقين للأرضي أصيب في الهجوم وأن المهاجمين تمكنوا من الفرار. وشهد جنوب اليمن اشتباكات بين الجيش ومتشددين على صلة بتنظيم القاعدة سيطروا على عدد من البلدات خلال اضطرابات مستمرة منذ 10 أشهر واحتجاجات تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح الذي ظل يحكم البلاد طوال 33 عاما. صحيفة ليفيجار الفرنسية: صالح سيسلم قيادة البلاد للجيش. قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس السبت إنه سيتم إسناد قيادة البلاد للجيش في حالة تنحيه كما تطالبه المعارضة، قائلا للقوات الموالية له: نحن في رئاسة الجمهورية على استعداد لتقديم التضحيات من أجل الوطن، ولكنكم أنتم من سيبقى دائما حتى لو تركت السلطة، أنتم من ستتولون السلطة وأنتم صمام أمان البلاد. وقد هاجم صالح بشدة الجيش المؤيد للثورة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر واتهم المنشقين بتورطهم في الهجوم على القصر، وقال بأنه يجب على النيابة ملاحقة المجرمين المتورطين في حادث النهدين وليعلموا أن دماءنا وشهداءنا ومعوقينا لن يذهبوا هدرا، محذرا في نفس الوقت بأن القصص سيكون مؤلما. وقد أكد الرئيس صالح بأن القوات الموالية له قد خسرت أكثر من 2000 جندي قتلوا دون وجه حق في الأشهر الأخيرة من قبل العناصر الغادرة. بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج السلطة الرابعة. ألقاكم في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.